يا السؤال الثالث، أنا أستاذ في مدرسين في الجامعة يخلون الطلاب يعني يغشون، ما أدري الطالب هل يلزم الكثير من الطلاب ما ينكر على الأستاذ الجامعة إذا سمح للطلاب بالغش؟ واضح السؤال، شكرا. لا يجوز للمدرس أن يسمح للطلاب أن يغشوا في الامتحان، لأن هذا من الخيانة ومن المساعدة على الخيانة، وهذا يترتب عليه أضرار بالطالب وبالمجتمع، ويكون فيه تزوير للشهادات وللنجاح. فلا بد من الصدق والأمانة، والذي يتسامح مع الطلاب لا يجوز أن يجعل مراقبا، بل يجب إبعاده عن الطلاب. نعم.